السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في اليوم الأول في تدريب Future Leaders Artificial Intelligence and Business. معاكم مروة معاذ، وإن شاء الله هكون موجودة معاكم النهاردة، وهيكمل الجزء الخاص بالـ Artificial Intelligence باشمهندسة هند أنزيل. خلينا نعرف الأول إيه هو التدريب ده. التدريب ده مقدم من مايكروسوفت، متمثلة في كير ايجيبت طور وغير، بيقدمه مركز التطوير التكنولوجي بإسكندرية، وهي جهات اللي بتمثل وزارة التربية والتعليم. التدريب مقدم مجانا وبيتم عبر مايكروسوفت تيمز. أتمنى إن الصوت يبقى واضح والشات موجود عندكم للأسئلة. أستأذنكم يا بنات إن محدش يستخدم المايك، ممكن نعمل ريز هاند أو نكتب السؤال في الشات نفسه، تمام؟ لو في أي مشكلة دلوقتي في الصوت يا ريت حد يبلغني أو يكتب برضو في الشات، تمام؟ احنا عايزين نعرف دلوقتي ايه هو التدريب ده. احنا عرفنا ان هو مجانا، وعرفت ان انا هاخد شهاده في الاخر. طيب هاخد شهاده على ايه؟ على الحضور؟ لا، انا هحصل على شهاده لو انا اكتست الاختبار. طب الاختبار بيبقى شكله عامل ازاي؟ الاختبار بيبقى عباره عن فورم، يعني على الانترنت، بتكون كله اجابات اختيار من متعدد. وبما ان الارتفيشال انتليجنس ده مجال علم حديث، فبنلاقي ان كل المراجع وكل المصطلحات اللي موجوده فيه لحد دلوقتي هي باللغه الانجليزيه مش باللغه العربيه، وبالتالي هنلاقي ان الامتحان برضو هيكون باللغة الانجليزية. طب تعالوا مع بعض نعرف ايه خطة البرنامج. خطة التدريب ده او البرنامج ده بيبقى عبارة على مدار يومين، اليومين 4 ايام. اليومين الاولانيين هندرس فيهم الارتفيشال انتليجنس، واليومين التانيين هناخد حاجة اسمها بيزنس سكيلز. ايه الهدف من دراسة الـ Artificial Intelligence مع الـ Business Skill؟ الهدف منه ان احنا نعرف البنات ازاي يكونوا قادة في مجال الـ Artificial Intelligence، يكونوا بايونير فيه، يكونوا من الاوائل اللي بيدرسوه بيهتموا بيه، وكمان بنعلمهم مهارات تمكنهم في عملية التواصل لما يشتغلوا في اي مجال عمل، وخاصة مجال الـ Artificial Intelligence. في الجزء الاول اللي هو لمدة يومين هكون معاكم ان شاء الله في اول يوم، وبكرة ان شاء الله هتكون معانا باشمهندسة هند انزيل عشان تستكمل اول جزء الـ Artificial Intelligence. في اليومين التانيين هيكون معانا استاذة سحر واستاذة شيماء برضو على يومين متتاليين عشان ننتهي من جزء البيزنس سكيلز، تمام؟ يلا بينا نبدأ الكورس بتاعنا. الارتفيشال انتليجنت الاجنده بتتكون من ايه؟ بتتكون من 5 عناصر اساسيه. الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الصناعي هناخد فيه اول حاجه يعني ايه ارتفيشال انتليجنت، وات از ارتفيشال انتليجنت. تاني حاجه هنتكلم على الماشين ليرنينج، ازاي بنعلم الماشين. تالت حاجه هنتكلم عن ناتشورال لانجويج بروسيسنج، ودي الطريقه اللي بتخلي الماشين تقدر تفهم الكلام بتاعنا ونقدر نتكلم معاها، او هي تدينا ترد علينا بنفس اللانجوج بتاعتنا. وطبعا اشهر مثال عليها هو الشات جي بي تي اللي انتوا كلكم عارفينه. رابع عنصر هو الكمبيوتر فيجن، والكمبيوتر فيجن ده المقصود بيها قدرة الكمبيوتر على التعرف على الصور المختلفة، والسبيتش ريكوجنيشن اللي هو التعرف على الصوت، يعني تمييز نبرة الصوت وتنفيذ الأوامر الصوتية، تنفيذ الأوامر الصوتية. تعالوا نبدأ مع أول عنصر، إيه هو الارتفيشال انتليجنس. الارتفيشال انتليجنس طبعا هو مجال علم حديث، مجال علم حديث، وهو بيهتم بايه؟ بكل بساطة اقدر اقول ان هو مجال بيهتم ان انا اقدر اعمل كرييشن، يعني اعمل انشاء لماشين، لكمبيوتر يقدر يسيميوليت، يحاكي الهيومن انتليجنس، يعني بيحاكي الذكاء الانساني. يعني بكل بساطة الماشين دي انا عايزاها تفكر وتبقى ذكية زي الانسان، بس هو ده اسمه ايه؟ الارتفيشال انتليجنس. طب الذكاء الانساني ده بيتمثل في ايه؟ الذكاء الانساني ده في كذا حاجة. يعني ايه كذا حاجة؟ يعني انا امتى اقول على انسان ان هو ذكي؟ امتى اقول على انسان ان هو ذكي؟ لا، ده في ملامح للذكاء مختلفة. يعني مثلا الانسان ده لو عنده قدرة على التحليل وادراك الاسباب يبقى ذكي. الانسان ده لو عنده قدرة على اتخاذ قرار حكيم بناء على التنبؤ والتوقع يبقى انسان ذكي. الانسان ده لو بيقدر يحل مشاكل معقده يبقى هو ذكي. طب ده الانسان. في الماشين بقى، في الماشين انا ما اقدرش اعمل ماشين تقدر تعمل كل الحاجات دي، انا اقدر اعمل ماشين تعمل حاجه واحده بس او حاجتين او 3 حاجات بس، لكن ما اقدرش تعمل كل حاجه ذكيه بيقوم بيها الانسان. زي ايه بقى؟
زي التطبيقات المختلفة. يعني مثلا احنا عندنا الشات جي بي تي، هو ذكي ايه؟ ذكي في حل المشاكل؟ لا. ذكي ان هو يعمل لي تنبؤات وتوقعات؟ لا. هو ذكي انه يفهم السؤال اللي انا بكتبه له بطريقة عامية ويرد عليه بإجابة. الإجابة اللي هو جايبها دي جايبها منين؟ جايبها من مجموعة أبحاث ومعلومات هو اتدرب عليها. يبقى هو بس تتمثل ذكائه في إنه قادر على فهم اللغات الإنسانية والرد عليها. طيب، تاني نوع من أنواع التطبيقات الـ Artificial Intelligence، الـ Machine Learning أو الآلة المتعلمة. إيه هي الـ Machine Learning؟ الـ Machine Learning معناها هي آلة أو كمبيوتر قادر على التصنيف والتحليل والتوقعات. يعني ايه؟ يعني انا الاول باخد الماشين دي وبقعد اعلمها مثلا صور الحيوانات كلها، تمام؟ بعد كده لو انا جبت صورة جديدة ما اتدربش عليها قبل كده ووريتها لجهاز الكمبيوتر، هيعرف يميز الصورة دي بتاعت ايه بالظبط، مع انه هو ما شافهاش هي دي بالذات، لكن ممكن يكون شاف صورة لحيوان تاني مشابه ليها. ده الماشين ليرنينج. كمان في تطبيق تاني اسمه الشات بوت، والشات بوت ده اللي هو قادر على التواصل مع الانسان ويبدأ يرد عليه بنفس اللانجوج بتاعته. واخر حاجة هي الكمبيوتر فيجن، او الكمبيوتر بيقدر يعرف او يميز مكونات الصورة دي ايه ويبني عليها بعض الاجابات. طيب تعالوا بقى نبدأ مع اول حاجة، ايه هي اهمية الذكاء الصناعي. يبقى كمان مرة عشان الناس اللي لسه داخلة، أهلا بيك يا ندى، أهلا بيك يا جمال. What is artificial intelligence؟ قلنا هي عبارة عن قدرة الآلة، هي عبارة عن قدرة الآلة على محاكاة الذكاء الإنساني، يعني يخلي الماشين ذكية نفس الذكاء الإنساني. وقلنا الذكاء الإنساني ده ليه ملامح كتيرة قوي. يعني بنقول امتى على الشخص ده ذكي؟ لو هو بيعرف يحلل ويدرك الأسباب بقول عليه ذكي. الشخص ده لو قادر على اتخاذ قرارات حكيمة بقول عليه ذكي. الشخص ده لو قادر على حل مشكلات معقدة والتوصل لحلول مبتكرة بقول عليه ذكي. الإنسان ده لو قادر على التخيل والإبداع بقول عليه ذكي. لكن الماشين لحد دلوقتي احنا مش قادرين نعمل ماشين فيها كل صفات الذكاء الانساني، لكن قدرت اعمل تطبيقات فيها بعض الملامح دي. زي ايه؟ زي الناتشرال لانجوج والماشين ليرنينج والشات بوت والكمبيوتر فيجن. طب ايه اهميه الذكاء الصناعي بوجه عام؟ اول حاجه الذكاء الصناعي مهم ليه؟ عشان اعمل اوتوميشن للريبيتيتيف تاسكس او تيديوس تاسكس. للريبيتيتيف تاسكس تمام يا اولاد. يبقى انا اهميه الذكاء الصناعي ايه هو؟ اول حاجه اللي انا بقدر اعمل عمليه اوتوميشن، يعني اوتوماتيكيه، يعني بخليها الاله تقدر تقوم باعمال ريبيتيتيف يعني متكرره، وتيديوس يعني اللي هي تكون فيها مشقه. زي ما انتم شايفين كده في الصوره، اللي انا ممكن اقول للماشين دي بصي انت كل لما هتعدي قدامك سلايد هتعملي فيها خط الليزر ده، بدل ما امسك انسان مكنه الليزر هو يقعد يعمل الخط ده بشكل متكرر، عمليه خطيره اللي هي فيها ليزر وعمليه مجهده انه يفضل شايل الماشين، فانا اخلي الماشين تعمل ايه؟ تقوم بالعمليه دي. كمان الارتفيشال انتليجنس مهم ليه؟ مهم عشان احلل كم هائل جدا من البيانات. زي ما احنا عارفين لو انا عندي كميه كبيره قوي من البيانات جمعتها، مثلا مزايا وعيوب تطبيق ما، اراء حول مشكله معينه، فلو البيانات دي كتيره قوي ومتنوعه فانا ممكن اخلي الماشين تعملها. هتقول لي يا ميس طب ما هي الداتا دي يعني ارقام وحسابات، ما هو لازم الماشين تكون شاطره فيها. لا، خلي بالك الداتا ممكن تكون كذا صوره. الداتا تتمثل في بيانات ارقام، الداتا ممكن تكون تكست يعني نص كلام، زي ما انت كده بتعمل الفيدباك بتاعت ابلكيشن على البلاي ستور. نزلت ابلكيشن على الموبايل بتاعك ولقيت ان في عيوب، فقعدت تكتب العيوب دي في الريفيو في المراجعة بتاعته تعليقك عليه ايه، تمام؟ فانا ممكن اخلي الماشين دي تقعد تجمع التعليقات اللي مكتوبة بالنص وتقعد تحول الداتا دي كلها وتلخصها عشان تطلع عيوب البرنامج. تفتكر البرنامج ده بينزله كام مليون شخص؟ شوف بقى اما تاخد الكام مليون كومنت دول وتقعد هي تطلع في الاخر عيوب الابليكيشن ده وازاي نطوره، تمام؟ كمان من ضمن أهمية الارتفيشال انتليجنس
ان هو بيقدر يحسن القدرات قدرات العقل الانساني. يعني ايه بتقدر تحسن قدرات العقل الانساني؟ يعني هي بتقدر صراحة تخلي الانسان قدراته اكتر. انا ممكن، انا اسفة، انا ما بقدرش اخلي الماشين دي، انا مش بخلي ما بقدرش اخلي الماشين تحل محل الانسان زي ما احنا عملنا في الوظائف الخطرة دي. انا هنا خليت الوظيفة دي كلها تقوم بها الماشين، صح كده؟ يعني هي حلت مكان الانسان هنا خالص. اما الطريقة التانية بقى، اللي انا احسن اداء الموظف وهو بيشتغل مع الماشين عن طريق استخدام الماشين دي. يعني مثلا ان انا اخلي الموظف ده بدل ما هو يقوم بالوظيفة اخلي الماشين تساعده في اداء الوظيفة دي، وبالتالي ففي الاخر الجوب دي هيتم ادائها بطريقة اعلى. فاحنا بنقدر نقول عليه ان هو ايه، بينهانس الهيومن كابابيلتيز، يعني بيحسن الامكانيات وقدرات الانسان. كمان الـ AI قادر على innovate و create new product و service و solutions. الذكاء الصناعي دلوقتي بيوجد jobs جديدة، بيوجد product جديدة، بيوجد service جديدة الإنسان محتاجها بطريقة creative ما كانش عمره هيوصل لها لو هو بس استخدمها. تمام لحد كده يا ولاد؟ في حد الصوت عنده مش واضح أو في مشكلة؟ ممكن حد يكتب لي في الشات أو يبعت لي كده emotion إن الدنيا تمام. ايوه يا هنا، مستنيه ردك. وفاطمه كمان بتكتب. تمام يا هنا، الف شكر، شكرا ليكي، شكرا جزيلا. ميرسي يا فاطمه، فاطمه، شكرا يا فاطمه، شكرا جزيلا. تمام. طيب عايزين بقى نبدا نتكلم على الارتفيشال احنا كده عرفنا ايه هو الارتفيشال انتليجنت، بحاول احاكي الذكاء الانساني وعرفت اهميته ايه. وعايزة اتكلم بقى هو ذكاء الآلة ده او الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الصناعي ده جه منين وابتكروه ليه اصلا. لو احنا حبينا نعرف المراحل اللي تم فيها تطور او تاريخ الارتفيشال انتليجنس، بقول هو كمصطلح، هو كمصطلح ظهر من القرن العشرين، هو كمصطلح ظهر من القرن العشرين as a scientific discipline، لكن هو ما نماش بشكل سريع غير في القرن الـ21. طب ازاي نقعد 100 سنة كاملين من القرن العشرين للقرن الواحد وعشرين، ازاي نقعد كل الفترة دي ما كانش فيه تطور؟ ليه بس في القرن الواحد وعشرين بدأ ينمو ويزدهر مع انه هو ظهر في القرن العشرين؟ بكل بساطة لو احنا جينا كده نتتبع مراحل تطور الذكاء الصناعي هنقول عليهم هما 4 مراحل قدام، واحنا دلوقتي في المرحلة الخامسة. اول مرحلة ايه اللي حصل فيها؟ المرحلة دي كانت سنة 1956. ياه، شوفوا من كام سنة، 1956. في 1956 العالم جون ماكارثي ابتدى يعرض رؤيته الرياضية، ومن ناحية از كمبيوتر ساينس، ان احنا محتاجين نخلي الماشين ذكية الذكاء الانساني بحيث ان هي تكون قادرة على اداء الماثيماتيكال اوبريشنز. يعني ايه الماثيماتيكال اوبريشنز؟ يعني العمليات الحسابية. يبقى اول واحد اتكلم على الارتفيشال انتليجنس كمصطلح وهو اللي اوجد المصطلح ده هو جون ماكارثي. جون ماكارثي هو اول واحد قال يا جماعه عايزين نعمل حاجه اسمها ارتفيشال انتليجنس، لكن كان بيقصد بيها ايه؟ كان بيقصد بيها بس ان هي الماشين تقدر تقوم بالماثيماتيكال اوبريشنز المعقده قوي وبطريقه سريعه. من 1956 بقى بدأت المرحلة الثانية، بدأ بقى كل الرواد في مجال الارتفيشال انتليجنت بدأوا ياخدوا كلمة ازاي نخلي الماشين ذكية وتقوم بعملية حسابية، سابوا كلمة عملية حسابية اللي جون ماكارثي قالها ومسكوا ازاي نخلي الماشين ذكية زي الانسان. فبدأوا بقى يحطوا مجموعة من الألعاب اللي بتحاكي الذكاء الإنساني. زي إيه؟ زي إن هي تخليها مثلا تلعب شطرنج، ان هم يدوها مشكله وتحاول تحلها، ان هم يدوها مجموعه بيانات الماشين وترد عليهم بوصف للمشكله دي ايه. المرحله دي فضلت برضو مستمره، لكن برضو ما كناش برضو وصلنا لعمق اكبر لفهم الارتفيشال انتليجنس. المرحله دي بعد بدات امتى؟ فيما بعد. طب في المرحله الثالثه ايه اللي حصل؟ في المرحله الثالثه دي ممكن نقول المرحله دي كانت كارثيه على الذكاء الصناعي. ليه بقى؟
كانت كارثية على الذكاء الصناعي، لأن في المرحلة دي تم قطع التمويلات في مجال الذكاء الصناعي. يبقى من السبعينات لحد الثمانينات بدأت تتوقف أول حاجة التمويل المالي لأبحاث الذكاء الصناعي. حصلت كمان مشكلة، إيه هي؟ إن كان في تكنيكال ليميتيشن. يعني إيه تكنيكال ليميتيشن؟ يعني كان في حدود للماشينز اللي موجودة أو الأجهزة الكمبيوترز اللي موجودة، خلت عملية التطوير دي صعبة. زي إيه بقى؟ زي أول حاجة الاستورج، كانت المساحة بتاعت أجهزة الكمبيوتر الضخمة جدا محدودة جدا، فما تقدرش تحفظ بيانات كتيرة، وبالتالي ما اقدرش اخليها ذكية. يعني العقل البشري بيتميز ان هو قادر على حفظ عدد لا نهائي من البيانات، سواء صوت سواء صورة سواء كلام سواء ارقام ذكريات. شوف انت طول ما انت ماشي في كل مكان بتحفظ اشكال الاشجار، تحفظ اشكال الطريق، لدرجة ان انت لو عديت في مرة لقيت شجرة في فرع منها مقصوص او حاجة، بتدرك ان شكل الشجرة دي اتغير. فتصور بقى ان انا عندي ميموري محدودة للكمبيوتر، هو مش هيقدر يسيف كل الصور دي، فبالتالي هخليه ذكي ازاي؟ هخليه ازاي يسترجع المعلومات؟ مش هينفع. كمان تالت حاجة، ان كان في unrealistic expectation. يعني ايه unrealistic expectation؟ يعني هما كانوا عايزين يخلوا الماشين ذكية زي الانسان، وانك توصل لذكاء الانسان زي ما احنا قلنا في اول السيشن ان ذكاء الانسان ده ليه ملامح وليه اشكال كتيره قوي. يعني مثلا هنلاقي في حاجه اسمها ذكاء اجتماعي. يعني ايه ذكاء اجتماعي؟ يعني انت قدرتك على التواصل مع الناس وبناء علاقات ما بينهم. ده بيستدعي منك ايه؟ نبره صوتك تكون فريندلي، انك تختار كلمات مناسبه، انك تريد المشاركه في الايفنت المختلفه. ده كده واحد بس من الذكاءات. في حاجة اسمها ذكاء مكاني. يعني ايه ذكاء مكاني؟ يعني انت قادر على ادراك الاتجاهات بسرعة من غير ما تحتاج انك تكرر العملية كذا مرة. زي بالظبط ان انت بتلاقي ساعات ناس راحوا مشوار، المشوار ده كله بقى تلافيف، وادخل يمين وادخل شمال وامشي على طول ولف ارجع تاني، المشوار معقد جدا. هو مجرد ما راحوا مرة واحدة يعرف يروح لوحده، في حين ان ممكن واحد يفضل 3 4 5 6 8 مرات يقول لك يا ده انا بص انا بقالي شهر في المكان ده ولسه بتوه زي ما انا. فاللي انت تخلي ماشين ذكية زي الانسان دي عملية صعبة. فايه اللي حصل من السبعينات للثمانينات؟ اول حاجة ان الفاندنج كاتس، يعني التمويلات اتقطعت. تاني حاجة ان كان في تكنيكال ليميتيشنز، يعني حدود او عوائق تقنية. اخر حاجة ان كان ان اصلا موضوع التطوير ده نفسه كان unrealistic، يعني غير واقعي او غير حقيقي. عشان كده جت بقى المرحلة الرابعة من 1990 لحد الألفينات، وبقى خلاص حصل بقى ريفيفد. يعني ريفيفد يعني ابتدى بقى يستعيد تاني الذكاء الصناعي قوته، وبدأ التاني يبقى فيه تمويلات، وظهر ما يسمى بالالجوريزمز. والالجوريزمز دي هي عبارة عن عمليات حسابية بتمشي عليها الماشين عشان تقدر تقوم بمجموعة من القرارات الذكية. يبقى بالمجمل كده اول واحد قال ان في حاجة اسمها ذكاء صناعي جون ماكارثي 1956، وكان بيتكلم فيه على اساس ايه؟ ماثيماتيكال، على اساس رياضي. بعد كده البايونيرز اللي هم الرواد في مجال الارتفيشال انتليجنس قعدوا يقولوا ازاي نعمل ميميك هيومن انتليجنس. يعني ايه ميميك؟ يعني تقليد او تمثيل للذكاء الصناعي. وعملوا ألعاب بسيطة زي playing chess اللي هو يلعب الشطرنج، أو يسولف بروبلم، أو إن هو يتعلم من مجموعة بيانات. 1970 و1980 بنقول إن دي فترة كئيبة جدا في عالم الذكاء، في علم الذكاء الصناعي. مش كئيبة، لكن هنقول إن هي كانت سيئة من 1970، من السبعينات للثمانينات. ليه؟ لأن الفاندنج كاتس. تاني حاجة ظهرت التكنيكال ليميتيشن. تالت حاجة إن كان في unrealistic expectation. في التسعينات والألفينيات حتى الآن بدأ بقى تقوم الذكاء الصناعي ويزدهر جدا، وخاصة بعد ظهور مصطلح الألجوريزمز اللي عن طريقه الماشين بتتعلم. واحنا لحد دلوقتي موجودين طبعا في عصر بتتطور فيه الـ Artificial Intelligence Application، سواء كان الـ Machine Learning أو الـ NLP اللي هو الـ Natural Language Processing، أو الـ Computer Vision، أو حتى الـ Speech Recognition اللي احنا هنتعرض ليهم بالتفصيل خلال المحاضرة. دي كده الأربع مراحل الأساسية في تاريخ الذكاء الصناعي.
طيب الارتفيشال انتليجنس دي احنا قلنا كده تاريخه صح؟ تاريخه ده انا ممكن اصنفه ان هو طلع لي ابلكيشن بقدر اصنفها في 3 انواع اساسيه. النوع الاول بقول عليه ضعيف ويك، او نارو يعني محدود، نارو محدود وويك يعني ضعيف. تاني نوع بقول عليه جنرال او سترونج، وتالت واحد سوبر انتليجنس او ارتفيشال سوبر انتليجنس. ببساطه كده احنا فين؟ احنا هنا ولسه ما دخلناش على ده. طيب ايه هو النارو اي اي او الويك ارتفيشال انتليجنس؟ في النارو اي اي او الويك ارتفيشال انتليجنس انا هنا بخلي الماشين تقدر تقوم بسبيسيفيك تاسك. يعني ايه سبيسيفيك تاسك؟ يعني مهمه واحده بس من غير ما تكون قادره على ان هي تتعلم من المهمه دي. تمام؟ زي ايه؟ زي سبيتش ريكوجنيشن، ان هي تميز صوتك يبقى في بصمه صوت، ان هي تعرف بصمة وشك، هي حافظة بصمة وجهك بس عشان تفتح الموبايل، لكن لو حد تاني حط وشه هي بتطابق الصورة بتاعت الوجه اللي قدامها بالصورة المتسيفة عندها بس. هل لو انت مثلا كنت لابس نظارة شمس وجيت حطيت الوشك هتعرف ان انت ده انت ساعات بتلبس نظارة شمس شكلها كذا، فتخزن مرة صورتك وانت من غير نظارة والمرة التانية بنظارة عشان لما تيجي تاني تفهمك وتفتح؟ لا، هي مش بتفهم ده، هي بس بتقوم بسبيسيفيك تاسك من غير ما تتعلم من اللي هي بتقوم بيه، من التاسك اللي بتقوم بيها دي. وده كان اسمه النارو او الويكي، يعني المحدود او الضعيف. تاني نوع اسمه ايه؟ تاني نوع اسمه جنرال او سترونج. الجنرال او سترونج بقى ايه؟ دي بتقوم بمالتيبل تاسك ات ذا سيم تايم، يعني هي بتقوم بكذا وظيفة في نفس الوقت، وكمان ان هي بتقدر تفهم. ودي الماشين دي بتقدر بقى تتواصل مع الانسان وتفهمه، وتقدر كمان تكيف نفسها على حسب المكان المحيط بيها. ليه؟ لان هي بتفهم. اخر نوع، وده اللي احنا لسه ما وصلناهوش، ده لسه ان شاء الله يعني داخلين عليه، لسه ما وصلناهوش، لسه بنقول عليه سوبر انتليجنت. يعني ايه سوبر انتليجنت؟ يعني فوق الذكاء الانساني العادي. بنقول بقى هنا السوبر انتليجنت ده معناها ان انا بسوبر باص، يعني بتعدى هيومن انتليجنس، يعني بتخطى الذكاء الانساني. ودي بقول فيها ان الماشين بتقدر تقوم بتاسك بيتر ذان هيومنز، better than humans، يعني بطريقة أفضل من الهيومنز. وطبعا المرحلة دي طبعا في عليها تساؤلات كتيرة، هل الماشين بقى ممكن تعمل هي اللي تحب تحكم العالم وهي اللي تحكم البشر، وتقول بقى ان الانسان هو اللي بيلوث البيئة وبالتالي احنا اللي محتاجين نسيطر على الكون؟ هي دي المرحلة اللي احنا بنشوفها في الافلام اللي كلها الفانتازيا اللي بتتكلم على الماشين وسيطرتها على العالم. يبقى بشكل سريع كده احنا عندنا ايه؟ عندنا 3 مراحل اساسيه، او 3 تايب اوف ارتفيشال انتليجنس. نارو ويك، وده بيقوم بسبيسيفيك تاسك ويزاوت ابيليتي تو ليرن. وفي جنرال او سترونج، وده بيقوم بمالتيبل تاسكس. اما السوبر انتليجنت ده بي كان بيفورم او بيسوبر باس الهيومن انتليجنت، يعني بيقدر بيفورم اني تاسك بيتر ذان الهيومن. هنبدا في اول تطبيق، هو الماشين ليرنينج، احد تطبيقات الذكاء الصناعي. ايه يعني ايه ماشين ليرنينج؟ الماشين ليرنينج معناها هو اتس ا برانش فروم الارتفيشال انتليجنس، يعني هو احد فروع الذكاء الصناعي. بستخدم قلنا حاجة اسمها الالجوريزمس. يعني ايه الالجوريزمس؟ يعني عمليات حسابية معينة عشان ادرب الماشين على داتا معينة، مجموعة من البيانات. يبقى انا عندي ماشين، تمام، بحط في الماشين دي ايه؟ بحط الالجوريزم، وببدأ اعرض الماشين واعرض مجموعة من البيانات للماشين اللي جواها الالجوريزم. لما الماشين بتتعلم بتصبح موديل، بتصبح حاجة اسمها ايه؟ موديل. يبقى الماشين قبل ما يتحط عليها الجوريزم وقبل ما تتعرض وتتدرب على بيانات بيبقى اسمها ماشين، لكن بعد ما اتعلمت وبقت بتفهم بقت اسمها ايه؟ موديل. طب بصوا، عشان نتابع كمان الجزئية دي وعشان نفهمها اكتر، انا هعتبر ان انا عندي جهاز كمبيوتر. ده كده الكمبيوتر ده هسميه ايه؟ ماشين. تمام؟ لو انا جبت الماشين ده حطيت عليه الجوريزم، يعني ايه؟ يعني معادلة كده حسابية،
تمام، حطيت عليه ايه الجوريزم. بعد كده جيت قعدت عرضت مجموعة من صور الحيوانات للماشين دي، وعرفت ان الصورة دي بتاعت مثلا دوج، ودي بتاعت بيرد، ودي بتاعت كات، وهكذا. تمام، هي دلوقتي اتعلمت. طالما اتعلمت خلاص من البيانات دي وكان عندها الجوريزم، في الحالة بقول عليها بقى اسمها ايه بقى هنا، بقى اسمها موديل. تمام، طب هي دلوقتي لما بقت موديل بعمل بيها ايه؟ هاخدها بقى ارفعها على الانترنت واخلي الناس تستخدمها. ايوه يا هنا، بصي يعني الالجوريزم مش عايزين نقول عليها بروجرام، بس هي بتتكتب ايوه زي البروجرامز كده بالظبط. بس الفرق ما بينها ايه؟ ان البروجرام لما كان انا دلوقتي مبرمج، تمام، وعملت برنامج، البرنامج ده لو في حاجة غلط الماشين هتفضل تطلع نتيجة غلط، صح؟ ده البرنامج العادي. اما الالجوريزم فيه ميزة، ايه هي الميزة بقى؟ ان الماشين بعد ما بكتب لها بعد ما بكتب لها البرنامج والبرنامج بيطلع نتيجة غلط، الماشين لوحدها تقعد تعدل في البروجرام عشان يطلع نتيجة صح من غير ما تحتاج الانسان. تمام كده يا هنا؟ يبقى البروجرام كان بيحتاج دايما انسان عشان يعدله وعشان يطوره لو في خطأ. اما الالجوريزم بيخلي العفو يا هنا، اما الالجوريزم بقى بيخلي الماشين تقوم بتاسك، ومش بس تقوم بيها بس، لا دي كمان لو فيها حاجة بتقوم بيها بشكل خاطئ فهي بتحسن وبتطور وبتصحح البرنامج عشان تشتغل كويس من غير ما تحتاج انسان. تمام، حلو. طيب انا دلوقتي كان عندي ماشين وحطيت عليها الجوريزم وتعلمت بالداتا، قلت بقى اسمها موديل. طب انا هعمل بيها ايه؟ هبدأ بقى احطها على النت وانشرها للناس عشان تبدأ تستخدمها، عشان تبقى بعد كده يبقى انا عندي كده ماشين اقول لكم يلا يا جماعة بصوا انا عملت ماشين، لو انت عرضت عليها اي صورة هتعرف الصورة دي بتاعت ايه. فهي دي بقى كده بقى اسمها موديل. طيب الالجوريزم ده بيشتغل ازاي؟ الالجوريزم ده بيعتمد على ان انا بعرض مجموعة من البيانات للماشين بتبدأ تحللها to find pattern and relationship. يعني ايه pattern؟ يعني نمط، ويعني ايه relationship؟ يعني علاقات. يعني مثلا صور الحيوانات كلها، اكيد الحيوانات دي ليها تيل مثلا، صح؟ لكن مثلا لو انا جيت على الانسان لا ملوش تيل. فهي عن طريق إدراك الباترن، يعني إيه الحاجات المتشابهة وإيه الحاجات المختلفة ما بين كل حيوان والتاني، بتقدر تتعلم، وبناء على الباترن والريليشن شيب اللي هي عملتها دي تقدر تعمل بقى البريدكشن أو التوقعات. يعني أصلا يعني قبل كده قريت في مقولة بيقولك إن الماشين كانت ميك بريدكت، الماشين ما تقدرش تعمل توقعات، الماشين ميك كالكوليشن ثرو الجوريزمز. يعني الماشين مش بتتوقع، الماشين في الواقع بتعمل مجموعة من الحسابات اللي بتعرفها ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. عامل بالظبط زي ايه؟ لو انا قلت ايه، لو ما ذاكرتش مش هتنجح. هل انا هنا اقدر اتوقع الفيوتشر ايه؟ لا، بس انا وجدت ريليشن شيب بتوين المذاكرة وبتوين النجاح، فبناء عليه اخدت بريدكشن، يعني اخدت توقع ان في المستقبل ممكن يحصل ده. وخلي بالك التوقع اللي انا حطيته ده مش 100% صح، لا ده ليه بقى حاجة اسمها كده الاكيوريسي. يعني ايه الاكيوريسي؟ يعني الدقة. عشان كده الماشين تقول لك ايه، في احتمال 30% انه يحصل كذا، في احتمال 20% انه يحصل كذا. ليه؟ لان هي مش بتتوقع المستقبل قد ما هي بتعمل calculations according لايه، according للداتا سيت، يعني مجموعة البيانات اللي انا دربتها عليها. والماشين ليرنينج دي هنلاقيها موجودة في حاجات كتيرة جدا، من أول ال recommendation system، زي مثلا لما أنت بيجي لك وأنت كده بتتصفح على الفيسبوك، لو أنت بتقعد تدور على برودكت معين بتلاقي الإعلانات كلها جاية لك على البرودكت دي. كمان من ضمن الماشين ليرنينج، من ضمن تطبيقاتها ال speech recognition، إن هي تميز الصوت، تعرف اللي أنت بتقول لها أنت عايزها تفتح إيه أو تقفل إيه. كمان ك
كمان بتقدر عن طريق الماشين ليرنينج تعمل حاجة اسمها دريفنج سيلف دريفنج كار، اللي هو السيارات اللي بتسوق اللي بتتم قيادتها بطريقة آلية. وهتقولي طب هي محتاجة ليه الماشين ليرنينج؟ عشان لما تشوف عربية مقربة تعرف هي المفروض تتفاداها يمين ولا شمال، تقدر تخمن كده هي ماشية بسرعة قد ايه عشان تعرف هي تقدر تتفاداها في سرعة قد ايه، تقدر تاخد قرار بشكل سريع وهكذا. طيب ايه كمان بنعمل؟ كمان بنعمل حاجة اسمها، بتعمل حاجة كمان اسمها فرود ديتكشن. يعني ايه فرود؟ طيب ريتاج بتقول الصوت مش واضح كده، اوضح يا ريتاج كده، أوضح شوية. طب ولاد في حد تاني الصوت عنده بقى في مشكلة؟ هاجر اهي بتكتب مستنية ردك يا هاجر. هاجر محمد، طيب بص يا ارتاج، طالما في حد قال ان الصوت عنده واضح يبقى المشكلة عندك في حاجتين. ممكن نستخدم نعلي صوت الجهاز اللي انت قاعدة عليه، او لو لسه الصوت فيه مشكلة ممكن نستخدم هاند فري. تمام، لو الصوت بقى بيقطع دي اكيد مشكلة نت، فانت حاولي لو انت شغالة على راوتر في البيت وموصلة الموبايل بالواي فاي، خلي كل حد معاه موبايل يفصل عن الواي فاي عشان يبقى انت واخدة كل باقة النت. لو انت شغالة من الداتا يعني من خط الداتا فممكن تغيري مكانك عشان تكون الشبكة اقوى. اوكي، يبقى احنا قلنا ممكن نستخدم ماشين ليرنينج في اول حاجة تعمل ريكومنديشن، تديك ريكومنديشن يعني توصيات معينة. تعمل سبيتش ريكوجنيشن، تميز الصوت والاوامر بتاعتك وتفتح وتقفل الابليكيشن زي ما انت عايز عن طريق الصوت. ممكن كمان تعمل فرود ديتكشن. يعني ايه فرود ديتكشن؟ اللي هي بتدرك بقى السرقات وعمليات النصب زي ما بيحصل كده في الايميلات اللي بتجيلنا، والكمبيوتر بيفهم ان دي سبام او ممكن تكون فيها مشكلة فيبعتها لك في السبام، او يقول لك ان انا عملت، يعمل لك كده وورنينج عليها خلي بالك الايميل ده فيه مشكلة. كمان ممكن استخدمها في السيلف دريفنج كارز يعني في السيارات ذاتية القيادة، وبستخدمه في مجال الداتا ساينس. طب تعالوا نشوف كده الماشين ليرنينج، لو انا عايزة ماشين تبقى بتفهم اعمل ده ازاي، ايه الويز اللي انا ممكن استخدمها؟ عندي 3 ويز اساسية. اول حاجة ممكن اعلمها عن طريق حاجة اسمها سوبرفايزد ليرنينج، تاني حاجة هسميه ان سوبرفايزد ليرنينج، تالت طريقة عن طريق الرينفورسمنت ليرنينج. رينفورسمنت ليرنينج، تعالوا كده نشوف الفرق بين طريقة تعليم الماشين في كل واحدة من دي. يعني دلوقتي هفترض ان انا عندي جهاز كمبيوتر اهو، ونزلت عليه الجوريزم. تمام، ادي الماشين وعليها الجوريزم. هي دلوقتي بقت موديل؟ لا. ليه؟ لان هي لسه ما اتعلمتش. طب انا ازاي احول الالجوريزم ده اخليه يتحول الماشين دي بقى اقول عليها موديل؟ يعني ايه موديل؟ يعني اقدر انزلها على الانترنت والناس تستخدمها وتبقى بتفهم، عن طريق اللي انا بنفذ واحدة من الثلاثة دول، يا اما بعلمها عن طريق سوبرفايز او ان سوبرفايز او رينفورسمنت. طيب ايه السوبرفايزد ليرنينج؟ بالراحة كده، في السوبرفايزد ليرنينج بمر بثلاث حاجات. اول حاجة في حالة ان انا بعلم الآلة، بعلم الآلة ازاي؟ بجيب مجموعة من الصور أو البيانات وببدأ أعرف الآلة عليها، بس الداتا دي بتكون ليبلز. يعني إيه ليبلز؟ يعني بقول للماشين كده الصورة دي اسمها طماطمية، والصورة دي اسمها طماطم، والصورة دي اسمها طماطم، الصورة دي اسمها جزرة، الصورة دي اسمها فلفل أخضر، الصورة دي اسمها فلفل أخضر، الصورة دي اسمها جزرة. يبقى أنا بعرض على الألجوريزم اللي جوه الماشين مجموعة من الليبلد داتا. يعني ايه ليبلد داتا؟ يعني بيانات انا عارفاها، عارفة اسمها ايه، عارفة صفاتها ايه. وخلينا كده برضو نقف عند كلمة ليبلد داتا. لو انتوا عايزين فعلا يا بنات تعرفوا يعني ايه ليبلد داتا بشكل بقى ساينتفك بشكل علمي، بنقول الليبلد داتا هي البيانات اللي تقدري تصنفيها في جدول. يعني ايه؟ لو انا جيت كده رسمت جدول وكتبت هنا مثلا النيم،
وهنا الكلاس. ايوه يا ساندي، احنا مش ما عندنا، انا هنا بيظهر لي الاتنديز في المايكروسوفت تيمز، فباخد الاتندنس عشان تقدر تخش الامتحان او لا. لو انا عملت كده تيبل وكتبت كده نيم وكلاس ومثلا ديت اوف بيرث اختصار دي او بي مثلا كده، وجيت قلت لكم ايه نهى، نهى ده يعتبر ايه اسم، فهيتكتب هنا صح. لو انا جيت قلت لك 10/10/1990 هيتكتب هنا. دي البيانات دي اللي انا بقدر اصنفها كده في تيبل، دي بقول عليها في الحالة دي هي دي اسمها ليبلد داتا. ليبلد ايه؟ داتا. يبقى ليبلد انا بجيب مجموعة من الليبلد داتا، يعني بيانات انا عارفة اسم كل واحد فيهم ايه وصفاته ايه، وابدأ اعرضهم على الماشين اللي عليها الايه الالجوريزم ده، فببدأ اعرفه على الصور دي. دي كده مرحلة التعلم. تاني مرحلة بعمل عملية تيست. يعني ايه تيست؟ هجيب 3 صور الماشين ما كانتش شافتهم قبل كده، بس هما نفس العناصر اهم. هل الصور دولت موجودين هنا؟ لا. ايوه يا مريم، بكرة ان شاء الله، بكرة ان شاء الله هتبقى بكرة ان شاء الله الحصة التانية مع باشمهندسة هند انديل. فبجيب 3 صور، ال3 صور دولت ما يكونوش نفس ال3 صور اللي هنا غيرهم، وابدا اظهرهم لمين؟ للماشين اللي عليها الالجوريزم. امتى الماشين دي اعتبرها نجحت في الامتحان؟ امتى تفتكروا؟ امتى حد كده يرد عليا في الشات؟ امتى اعتبر الماشين دي نجحت؟ يعني انا علمتها، هي فعلا اتعلمت. هنا هي بتكتب اه بالظبط علي، بالظبط يا هنا، ما شاء الله عليكي شطور هنا. بتقول فعلا لما تفهم ان الصورة الجديدة اللي الصورة دي ما كانتش هنا خالص، تعرف ان دي كاروت، وتعرف ان ريتاج. هتقولي ايه يا ريتاج؟ لما ابدا اسالها عن حاجه وهي تجاوبني بشكل صح. برافو يا ارتاس، برافو عليك فعلا. لما انا ابدا اعرض لها ال3 صور دولت وهي بقى تطلع لي الاجابه بتاعتها ان هي ايه، ان دي كاروت ودي توميتو ودي بيبر، يبقى في الحاله دي انا هعتبرها ليرنت، يعني اتعلمت. وبكده تبقى هي اتحولت من ماشين لايه بقى، لموديل. اقدر بقى اخد الموديل ده احطه على الانترنت وابدا اقول للناس ايه، بصوا يا جماعه انا عامل ابلكيشن بالذكاء الصناعي قادر على التعرف على الفاكهة اللي موجودة قدامه، بس كده. يبقى أنا في الحالة دي عملت إيه؟ قدرت أخلي الماشين دي اتحولت لموديل عن طريق إيه بقى؟ سوبرفايزد ليرنينج. طب تعالوا كده بقى نتكلم على السوبرفايزد ليرنينج بالكلام. لينا بس الأول نقول إريز، تمام يلا بينا. ايه بقى السوبرفايزد ليرنينج؟ بقول السوبرفايزد ليرنينج this is type of machine learning uses labeled data set، يعني هو احد انواع الماشين ليرنينج بستخدم فيها labeled data. ليه بقى؟ which have both input and output parameter، يعني انا ببقى عارف هي مدخلها عباره نوعه ايه ومخرجها البارامتر بتاعه نوعه ايه. ايه الهدف؟ the goal of supervised learning to train a model that can map the input features to the correct output label، يعني هي بتقدر ان هي تاخد الانبوت داتا دي تعمل لها كلاسيفيكيشن او تصنفها عن طريق ايه المواصفات بتاعتها في ليبل معين. such as، يعني مثلا زي كمان ان انا ممكن اخلي الماشين تعرف سعر منزل بناء على السايز واللوكيشن بتاعه. طيب طبعا المثال ده مثال بسيط جدا للماشين ليرنينج او السوبرفايزد ليرنينج. طب السوبرفايزد ليرنينج ايه الاكزامبل بتاعته؟ تعالوا بقى نشوف الاكزامبل بتاعته، ويعني ده خليكم معايا شويه ومركزين فيه عشان ده محتاج يتفهم بشكل رياضي.
اول نوع من السوبرفايزد ليرنينج بقول عليه ليرنر ريجريشن. الليرنر ريجريشن دي معناها ايه؟ ان الماشين بتقدر تخمن او تتوقع علاقه ما بين عنصرين، العلاقه ما بينهم طرديه او عكسيه. زي بالظبط ايه؟ لما بقول لك البيت اللي مساحته 80 متر هيبقى سعره مثلا 500,000 جنيه، يبقى البيت اللي مساحته 120 متر هيبقى ثمنه 800,000 جنيه. وابدا اقول للآلة تفتكري بقى البيت اللي مساحته 200 متر هيبقى سعره كام. فهي بناء على العلاقة اللي ما بين عنصر السعر ومساحة المنزل تقدر تخمن تقريبا البيت اللي هيبقى مساحته 200 متر المفروض يبقى سعره كام. النوع ده من العلاقات اسمه ايه؟ اسمه لاينر ريجريشن. لاينر ليه؟ لان هي علاقة خطية اللي احنا بنقول عليها علاقة طردية او عكسية. يعني ايه طردية؟ يعني الاتنين بيزيدوا، لما كل ما المساحة تزيد كل ما السعر يزيد. انت كل ما تذاكر اكتر كل ما تجيب درجة اعلى، تمام؟ طيب ايه النوع التاني؟ اسمه لوجيستيك ريجريشن. اللوجيستيك ريجريشن يفرق ايه عن ده؟ انتوا شايفين ده طالع كده وده كمان طالع بس في كيرف. ليه بقى ده في كيرف؟ لان بيقول لك هنا العلاقة مش ما بين سعر البيت ومساحته بس، لا ده العلاقة ما بين سعر البيت واللوكيشن اللي هو فيه. طبعا في الاول انا كل ما بخلي مساحة البيت كبيرة واللوكيشن بتاعه في حتة راقية كل ما سعره هيزيد، صح؟ لحد ما اوصل ان دي ارقى مكان في مصر كلها. ارقى مكان في ايه؟ في مصر كلها. في الحالة دي هل اللوكيشن هيبقى مؤثر في السعر؟ لا. هيبقى ايه بس اللي مؤثر في السعر؟ مساحته. ليه؟ لان مساحة البيت ده 200 متر والبيت ده 200 متر والبيت ده 300 متر، بس الاتنين في لوكيشن واحد. في الحالة دي ايه اللي هيحصل للسعر؟ لا هتحصل بقى اختلاف. ما كانش في الاول كل ما المساحة بتزيد كل ما السعر بيزيد، لا الموضوع هنا اختلف. طيب تالت نوع من انواع الذكاء الصناعي او طرق التعلم حاجه اسمها ديسيشن تري. ديسيشن تري بقى دي زي ما انتم شايفين كده، اللي انا عايزه اقول مثلا ببدا اخد قرار بناء على كلمه ياس اور نو بالتفريعات الشجر. زي ايه؟ عايزه عرضت صوره للماشين والمفروض الماشين تقول لي هل الشخص ده جسمه رياضي ولا غير رياضي. اول حاجه الماشين تعملها تبدا تسال نفسك انت سنك اصغر من 30 سنه؟ لو قلت اه هسألك بتاكل بيتزا كتير؟ لو قلت اه باكل بيتزا كتير يبقى انت اكيد جسمك مش رياضي. طب كمان مرة لو هو اقل من 30 سنة وقلت له انت بتاكل بيتزا كتير قال لي لا يبقى جسمه ايه؟ رياضي. نفس الكلام لو انت جسمك اقل، لو انت اقل من 30 سنة هتقول لي لا انا مش اقل من 30، يعني انا اكبر من 30 سنة. هسألك بتلعب رياضة الصبح؟ لو قلت لي اه يبقى انت جسمك رياضي، لو قلت لي لا يبقى انت جسمك مش رياضي. يبقى على حسب التفريعه دي الديسيشن تري بتبدا الماشين تاخد قرار. تالت نوع اسمه راندوم فورست. والراندوم فورست تحسه شويه ان هو شكل التري بس اكتر من تري. هو بالظبط كده، هو عباره عن الماشين بتاخد قرار في حاجه بس مش معتمده على ديسيشن تري واحده، لا دي اكتر من ديسيشن تري، وكل ديسيشن تري بتطلع نتيجة. فهي بتاخد بقى التلاتة مع بعض وتبدأ تعملهم حاجة اسمها مابينج عشان تطلع الحل النهائي. كمان في حاجة اسمها في الماشين ليرنينج السوبرفايز، في حاجة اسمها سبورت فيكتور ماشين. السبورت فيكتور ماشين عبارة عن ايه؟ اما انت تديها مجموعة من البيانات، مجموعة من البيانات بتبدأ الماشين تحدد ايه اكتر العناصر المؤثره على الحاجه دي. يعني مثلا انا دلوقتي خدت طريقه السبورت فيكتور ماشين، بتعمل ايه؟ بقولها بصي يا ماشين انا عايزه اوصل مكان معين، قوليلي اوصل ازاي للمكان ده باسرع طريقه يعني في اقل وقت، تمام؟ فبتبدا الماشين تجمع داتا كتيره قوي قوي قوي. وانا مثلا اعطيتها الداتا دي عباره عن مثلا درجه الحراره، المسافه، الشوارع الفرعيه، عدد السكان في المحافظه، اللوكيشن اللي موجود في المحافظه فين، انواع العربيات اللي موجوده، المطبات،
عدد أدوار المنزل، عطيتها بيانات كتيرة قوي. البيانات دي في بيانات ليها علاقة، يعني مثلا لما أنا أقول إيه عدد أدوار العمارات اللي موجودة في الشارع، هل ليها علاقة بالازدحام؟ لأ، ملوش علاقة بالازدحام. فهي هنا في السبورت فيكتور ماشين، هنا الماشين بتبدأ تحدد إيه هي العناصر اللي هتأثر في الوصول للنقطة دي في أسرع وقت ممكن، وتبدأ هي تاخدها تقول هي دي العناصر اللي أنا هعتمد عليها في اتخاذ قراري. يبقى أنا هنا بصعبها على الماشين أكتر، بخلي الماشين هي اللي تحدد العناصر اللي مؤثرة على القرار ده. لكن في اللينيور مثلا أنا بقول لها خلي بالك البيت كل ما مساحته بتزيد كل ما سعره بيزيد. هنا بقول لها خلي بالك البيت طول ما مساحته بتزيد وكل ما المكان فيه راقي فسعره بيزيد. أنا هنا بقول لها خلي بالك أنت عندك الجسم لما يبقى لياقة بدنية ما بياكلش بيتزا كتير وبيلعب رياضة كل يوم. لكن أنا هنا في السبورت فيكتور بديها بيانات كتير قوي، وهي بتقدر تعمل قرار أو تاخد قرار إن هي تحدد إيه العناصر اللي أنا هعتمد عليها، لأن هي دي المؤثرة في القرار النهائي. آخر نوع اسمه كي نيرست نيبور، وهي في الحالة دي بتعمل إيه؟ عارفين اللعبة اللي إحنا لعبناها دي بتاعت إن هو بيميز الفاكهة؟ لو بفرض ان انا عرضت لها صوره طماطمايه بس يعني متبهدله شويه، فولا هي مستديره ولا هي لونها احمر والجزء الاخضر اللي فوق ده مش موجود، فهي بتعمل ايه؟ بتستخدم الطريقه دي اللي هي كي نيرست نيبور. يعني ايه نيبور؟ يعني جار. فهي بتبدا تصنف الايتم او البيان اللي عندها بناء على اقرب حاجه ليها. تمام كده؟ يبقى هما دول الست أنواع اللي بستخدمهم فين في الماشين ليرنينج عشان أعلم الماشين. عن طريق إيه؟ أول طريقة في التعلم اللي هي اسمها سوبرفايزد ليرنينج، ودي بستخدم فيها إيه؟ بستخدم حاجة اسمها ليبلد داتا. طب الطريقة التانية انسوبرفايزد ليرنينج، والانسوبرفايزد ليرنينج أنا في الحالة دي بعرض للماشين مجموعة من البيانات، لكن البيانات دي مش ليبل، يعني مش متصنفة، اهي unlabeled data set. تمام؟ فهي انا عارف الانبوت بتاعها ايه، الانبوت بارامتر بتاعها ايه، بس مش عارف الاوتبوت هيكون ايه، وهي عليها ان هي توجد الباترن ده عشان تفهمه. طب ايه الامثلة عليها؟ لا، في امثله كتير قوي في الانسوبرفايزد ليرنينج. يعني ايه بقى الانسوبرفايزد ليرنينج؟ اللي انا ببدا اعرض للماشين مجموعه من الداتا انا محدداها، انا عارفه ان الداتا دي اهي، ببدا اعرضها على الماشين. تمام؟ الداتا دي لما بتدخل في الماشين عشان تتعلم منها بتطلع لي الاوتبوت انا مش عارف هو ايه بالظبط، هي اللي بتقدر تخمنه وتاخد فيه قرار وبتوجد فيه الباترن. تمام؟ طيب الانسوبرفايزد زي ايه؟ زي اول نوع اللي اسمه ليرنر ريجريشن، التاني كان اسمه ايوه تمام كده لينير ريجريشن. اللينير ريجريشن انا بديه داتا مش متصنفه وهي اللي تبدا تصنفها لي، بديه يعني مثلا هنا بدي مجموعة من الصور، ماشي؟ هو بقى الماشين جوه هتقول الصورة رقم واحد والصورة رقم ثلاثة دي بتاعت دوجز، يبقى واحد وثلاثة دي صور لكلاب. تمام؟ الصورة رقم اتنين دي لا، دي اتنين دي عبارة عن بلانت. يعني ايه بلانت؟ يعني نبات. طب الصورة الأخيرة دي اللي هي رقم أربعة، لا الصورة الرابعة دي صورة كات. يبقى إيه الفرق بين السوبرفايز والأنسوبرفايز؟ السوبرفايز أنا بقول له الصورة دي بتاعة دوج، الصورة دي بتاعة كات، الصورة دي بتاعة دوج، الصورة دي بتاعة بيرد، الصورة دي بتاعة جيراف، وهكذا. أنا بقعد أقول له الصورة واسمها إيه، يعني الليبل بتاعها إيه، يبقى كل داتا معاها الليبل بتاعها، وبالتالي لما بعرض لها صورة جديدة للجراف فبتتعرف عليها. أما في الانسوبرفايزد أنا هنا بديها الداتا
وهي تبدأ بقى تصنف، تقعد بقى تاخد أول صورة تقعد تحللها، اه بصوا دي عندها ودان، دي عندها لسان، دي بقها عامل كذا، مناخيرها كذا، تبدأ بقى تجمعهم تصنفهم في مجموعات، وتبدأ لكل مجموعة تديها اسم. في الحالة دي بسميه unsupervised learning. وليه كام نمط الـ unsupervised learning؟ ليه 4 أنماط. أول واحد اسمه linear regression، ومعناها إن أنا بديها مجموعة بيانات وهي تقعد تصنفها زي ما احنا اعطينا المثال ده. الهيراركال كلاستر، هيراركال كلاستر ده شبه بالظبط اللي انا برضو بديها مجموعه من البيانات، بس بدل ما بتقعد تصنف كده لا بتقعد تعملهم هيراركي زي بالظبط الديسيشن تري. الاوتو انكودر والبرنسبل كومنت اناليسيس برضو هم احد الطرق اللي انا بستخدم فيهم الان سوبرفايزد ليرنينج، ويعني انا مش عايزه اتقل عليكم في الاثنين دولت، بس هي معناها اللي هو بيحلل الداتا اللي عنده ويوجد ما بينها باتن، وهو برضو اللي بيحط لها ليبل، نعرف بس اسماء. اخر طريقه بقى الرينفورسمنت ليرنينج، ودي هنا الماشين بتتعلم عن طريق الترايل اند ايرور ابروتش، يعني هي بتتعلم عن طريق الصح والغلط. يعني ايه الصح والغلط؟ ببدا اعرض لها صوره اي حاجه واقول لها هي ماشين الصوره دي بتاعت ايه؟ هتقول لي مش عارفه، هقول لها الصوره دي بتاعت دوج، تمام. بعدين هسأل ماشين تاني هدخل لها الصورة دي بتاعت ايه، هتقول لي مثلا بتاعت دوج، هقول لها صح. بعد كده هعرض لها صورة تانية وليكن دي بقى المرة دي قطة، فهديها للماشين هقول لها دي صورة ايه، هتقول لي دوج، اقوم انا قايله لها غلط، تقوم الماشين عاملة ايه، تقوم راجعة بصة تاني على الصورة وأقول لها إن دي صورة إيه؟ كات. بعد كده أرجع أعرض لها الصورة تاني، يبقى هي العملية دي عاملة زي الدايرة بالظبط، بتديها الداتا تسألها عليها، طول ما هي بتدينا إجابة غلط بتقعد تكرر تاني، عاملة بالظبط زي إحنا لما كنا بنتعلم جدول الضرب، بتقعد تقول الاتنين في اتنين بأربعة، الاتنين في تلاتة بستة، الاتنين في خمسة تعطل او تقول حاجة غلط فتعمل ايه، تعيد تاني قالوا جديد، 2 في 2 ب 4، 2 في 3 وهكذا. يبقى في الرينفورسمنت ليرنينج بتعلم عن طريق الترايل اند ايرور، يعني المحاولة والخطأ، وهي بتعتبر ان الصح ده تعزيز او رينفورسمنت ايجابي، اما الاجابة الخطأ بتعتبر ان هو ده ايرور فهي لازم تعيد تاني. وبرضو ليه طريقة كتير جدا من الرينفورسمنت الالجوريزمز زي كيو ليرنينج وسيرا وزي ديب كيو نت. لحد هنا احنا كده خلصنا الماشين ليرنينج وهي بتتعلم ازاي. تعالوا كده ندي ملخص سريع. احنا نقول ان احنا عندنا ماشين، الماشين دي فيها الجوريزم، وببدأ اعلم الماشين اللي عليها الجوريزم بطريقة من الطرق التلاتة، ايه هما؟ السوبرفايزد، unsupervised، او الرينفورسمنت ليرنينج. بعد ما الماشين دي بتتعلم بتتحول من ماشين يبقى اسمها ايه، اسمها موديل. يعني ايه موديل؟ يعني بقدر اشيره للناس عشان الناس تشتغل عليه بشكل مباشر، تمام. طيب ايه هي الفيزز اوف الماشين ليرنينج، ايه مراحل تعلم الاله؟ احنا خدنا 3 طرق، طب ايه هي المراحل عشان اعلم ماشين؟ انا دلوقتي خلاص انا فهمت يعني ايه سوبرفايزد وان سوبرفايزد ورينفورسمنت، وقلت خلاص انا هشتري جهاز كمبيوتر وهحط عليه الجوريزم، انا عايز دلوقتي ابدا اعلم الماشين دي بطريقه السوبرفايزد مثلا. هقول لك انتم محتاجين تعملوا يا بنات 5 خطوات. اول حاجه محتاجين تجمعوا الداتا اللي هتبداوا تعلموا بيها الاله، بعد كده محتاجين تحضروا الداتا دي، بعد كده تبداوا عمليه التدريب بتاع الماشين، رابع حاجه هتعملوها هتبداوا تقيموا وتعملوا ايفالويشن للماشين دي عشان تتاكدوا ان هي فعلا شغاله، بعد كده تعملوا موديل ديبلويمنت او تنشروا الموديل بتاعكم. تعالوا كده بقى نقولهم تاني بالانجليزي. First one data collection، collect الداتا اللي انت هتستخدمها في التريننج. تاني حاجه data preparation، تحضر البيانات. تالت حاجه model training، يعني هتعلم الماشين تدربها بقى. رابع حاجه موديل ايفالويشن، تعمل لها تيست تشوفها تديك اجابه صح ولا غلط. اخر حاجه موديل ديبلويمنت او تنشر الموديل ده، تمام.
طيب في الداتا كوليكشن انا بعمل ايه؟ في الداتا كوليكشن بتعمل ايه؟ اول حاجه بتحدد بالايدنتيفاي داتا ريكويرمنت، حدد ايه الداتا اللي انت محتاجها ومواصفاتها ايه، الريكويرمنت بتاعتها ايه. تاني حاجه حدد الكوليكشن استراتيجي، يعني استراتيجيه تجميع البيانات انت هتجمعها ازاي. تالت خطوه نفذ بقى عمليه التجميع، امبلمنت ذا داتا كوليكشن بروسيس، نفذ جمع بقى خلاص. اخر حاجه مانج وستور الداتا. يبقى اول حاجه في الداتا كوليكشن بتحدد ايه هي البيانات اللي انت عايز تجمعها، بتحدد استراتيجيه الجمع اللي هي الكيفيه ازاي، تالت حاجه انزل بقى وجمع البيانات، رابع حاجه خزن البيانات دي واحفظها. زي بالظبط لو انا عايز اعمل ماشين ليرنينج بتقدر تصنف الصوره اللي قدامها اذا كانت فاكهه او خضار وتقول اسمها ايه. فاول حاجه هعملها بحدد انا عايزه اجيب صور ايه، يبقى اكيد محتاجه صور فاكهه وخضار. بعد كده هقول هنجمع الداتا ازاي، والله هنجمع الصور عن طريق الانترنت، وكمان هجيب كاميرا واصور الصور دي. فهبدأ فعلا انفذ كده، ادخل على النت واعمل سيرش عن اسماء الخضار والفاكهة وصورها، وكمان هبدأ اصور بعض انواع الفاكهة. في المرحلة الاخيرة هعمل ايه؟ هجمع الداتا دي وابدأ انظمها وابدأ احفظها على جهاز الكمبيوتر. انا كده خلصت اول حاجة داتا كوليكشن. بعد كده هبدأ احضر البيانات. طب احضر البيانات ليه؟ لان انت الصور اللي انت جمعتها ممكن يكون فيها اخطاء كتير، ممكن تكون غير مناسبة. داتا بريبريشن بعمل فيها ايه؟ اول حاجة بتعمل كليننج. يعني ايه كليننج؟ يعني ممكن مثلا انا مصورة موزة بس جاية على الحرف كده تفاحة، فانا محتاجة اعمل كروب، يعني اقص الصورة عشان تبقى مركزة على البنانة بس. تاني حاجة محتاجة أعمل داتا ترانسفورميشن. يعني ايه داتا ترانسفورميشن؟ بفرض إن أنا بجمع صور للفاكهة وأنا اتفقت إن أنا هعلم الماشين عن طريق الصور. طب بفرض إن أنا في فاكهة ملقتهاش، بس ملقتش الصورة بتاعتها، بس لقيت وصف، يعني كلام مكتوب شكل الفاكهة دي عامل ازاي. فأنا ممكن أعمل ايه بقى في الداتا ترانسفورميشن؟ آخد الوصف ده وأبدأ أرسم له أنا صورة تخيلية. تالت حاجة بعملها في الداتا بريبريشن بعمل داتا ريدكشن. يعني ايه داتا ريدكشن؟ يعني اختزل او الخص الداتا دي. طب الداتا كليننج بعملها ليه؟ عشان اعمل ريموفينج للاوتلر او للنويز. زي ما احنا قلنا انا بعمل عملية حذف، ريموفينج او ديليتينج لجزء من الصورة سواء فيها اوتلر يعني حاجات شاذة او حاجات غريبة، او فيها نويز يعني فيها ضوضاء مع عناصر تانية. طب ايه حكايه الاوتلر؟ يعني ليه الاوتلر يعني حاجات شاذه؟ يعني فرض مثلا لقيت موزه لونها موف على الانترنت، هل دي حاجه ينفع اعلمها الماشين ان في موزه ممكن الموز يكون لونه موف؟ لا، لان دي حاجه مش طبيعيه، مش حقيقيه، فانا بستبعد الحاجه اللي زي كده. صوره فيها اكتر من عنصر بستبعده. في الداتا ترانسفورميشن بعمل ايه؟ بعمل عمليه موديفاينج. يعني ايه موديفاينج؟ يعني تعديل، يعني بعدل في الداتا اللي انا جمعتها عشان تماتش الماشين ليرنينج الجوريزم اللي انا بستخدمها، يعني بتبقى كومباتيبل مع الالجوريزم اللي انا بستخدمه على الماشين. تالت حاجه بعمل داتا ريدكشن، يعني بقلل حجم البيانات اللي انا مختاراها. يعني لقيت عندي 20 صوره للطماطم، انا مش محتاجه ال 20، ممكن احتاج 3 صور بس. الموديل تريننج واللي انا هبدا ادرب الاله. انا عندي اهي الماشين، هبدا احط عليها الجوريزم، وبعد كده ابدا الداتا اللي انا جمعتها وعملت لها بريبريشن هنا هاخدها هقسمها لكام حاجه، لثلاث اجزاء. اول جزء مجموعه صور وليكن مثلا 20 صوره، هبدا اعلم بيها الماشين، يعني اعرضهم على الماشين واقول لهم بصوا دي صوره موزه، دي صوره طماطم، دي صوره تفاحه، دي صوره اناناس. ف20 صوره بدربهم بيها، وليكن 5 صور بعمل بيهم فاليديشن. يعني ايه فاليديشن؟ يعني باخد 5 صور وببدأ اعرضهم للماشين تاني بعد ال20. ليه؟ عشان احسن ادائها اكتر. تالت خطوة بقى 3 صور اعمل بيهم في الاخر التست واشوف هي فعلا صح ولا غلط. وكمان بحسب حاجة اسمها فيدنج لوز فانكشن. الفيدنج او لوز فانكشن، اللوز فانكشن معناها نسبة المئوية للخطأ كام؟ كام مرة في يعني كام في المية أو كام مرة الماشين دي جاوبت إجابة خاطئة؟ وأنا بعمل الإيه؟ الفاليديشن. يبقى أنا أول حاجة خلينا كده نعمل إريز. يبقى أنا
في مرحلة الموديل تريننج أول حاجة بجهز الماشين اللي عليها الألجوريزم، تاني حاجة باخد الداتا اللي أنا جبتها من داتا بريبريشن وأقسمها لثلاث أجزاء، أول حاجة تريننج داتا ودول بيبقى كميتهم كبيرة وليكن مثلا 20، دول بدرب عليهم الماشين، بعد كده بعمل لها فاليديشن يعني بحسن أدائها بخمسة كمان، وآخر حاجة بعمل لها تيست، وبحسب حاجة اسمها الفيدنج أو اللوز فانكشن، واللوز فانكشن يعني عدد المرات اللي الماشين جاوبت فيهم غلط. طيب هي دلوقتي الماشين اتعلمت، هبدأ بقى اعمل لها عملية تقويم او ايفالويشن. الايفالويشن ده بيتطلب ايه؟ اللي انا اتجنب يعني بافويد ايه بقى كام حاجة. اول حاجة بافويد حاجة اسمها اوفر فيتنج اندرستاندينج. يعني ايه اوفر فيتنج اندرستاندينج؟ يعني انا بتجنب في الماشين دي ان هي تكون متدربة بعدد صور كبير قوي، لان دي هتخلي الماشين حافظة مش فاهمة. وهتجنب اندر فيتنج. يعني ايه اندر فيتنج؟ يعني بتجنب اللي انا ادربها بعدد صور او اقيمها بعدد صور قليل. بتجنب ايه كمان؟ البياز. البياز اللي هو ايه؟ العنصرية، ان هي ما تكونش متحيزة العنصر. بتجنب الفارينس. الفارينس اللي هو التباين، ومعناها ان هي ما تقدرش تاخد قرارين مختلفين على نفس المشكلة. يعني ما ينفعش اعرض لها الفاكهة اقول لها دي طماطم ولا موز، مرة تقولي طماطم ومرة تقولي موز. والايفالويشن ده عشان يتم بستخدم فيه طريقة من التلاتة. اول حاجة باخد مجموعة البيانات اللي انا جمعتها وهقسمها لثلاث مجموعات زي ما احنا قلنا، تريننج هدربها بجزء، واعمل لها فاليديشن يعني تحسين بجزء، وبعمل لها اختبار بجزء. والطريقة دي اسمها هولد اوت ميثود. الطريقة التانية بقى ودي معقدة اكتر بس دقتها بتطلع ماشين دقيقة اكتر، اسمها هولد اوت ميثود، دي اسمها كروس فاليديشن ميثود. بعمل ايه؟ بجيب البيانات واقسمها لخمس اجزاء. حلو الكلام. اول حاجة باجي على المجموعة واحد دي بخبيها وادرب الماشين على كم مجموعة؟ الاربعة دول، من اتنين لخمسة. وبعد ما ادربها على دول ارجع اعملهم تيست برقم كام؟ واحد. دي كده أول خطوة أنا عملتها. بعد كده هبدأ أخبي المجموعة رقم اتنين وأدرب الماشين على واحد ومن تلاتة لحد خمسة، وبعد ما أدربهم أبدأ أعملهم تيست برقم اتنين وهكذا. يبقى أنا كل مرة بدربهم بالمجموعات ما عدا مجموعة واحدة وأعمل التيست، بقعد أكرر ده أكتر من مرة. كم مرة؟ نفس عدد المجموعات. يعني انت لو مقسم الداتا اللي انت جمعتها على اربعة يبقى انت بتعمل العملية دي اربع مرات، لو انت مقسمهم على خمسة يبقى انت بتكرر العملية دي خمس مرات. دي اسمها ايه؟ اسمها كروس فاليديشن ميثود. اخر حاجة بعملها، بعمل حاجة اسمها الموديل ديبلويمنت. يعني انا ببدأ انشر الموديل، بس قبل ما انشره بعمل ايه؟ بعمل بريبيرنج، بجهزه. طب بجهزه ليه؟ عشان تبدأ تشيل أي بيانات أنت مش عايزها تظهر، أو تخزن الموديل تسيبه بطريقة جيدة. لو في أي سيتنج أو إعدادات أنت كنت مصبط عليها الماشين وكانت بتجيب نتيجة دقيقة تبدأ تسيبها عليه. بعد كده بتعمل حاجة اسمها فاليديتنج، بتحسن أداء الموديل، وبعد كده بتبدأ تنشره وبتبدأ تعمل له متابعة مستمرة عشان تحسن أداءه وتطوره. هي دي كده الأنواع المختلفة. وبكده نكون خلصنا سيشن النهاردة اللي بنتكلم فيها على ذكاء الـ Artificial Intelligence، واللي فيه الماشين بتقدر تتعلم وسميناه ماشين ليرنينج، وإن هي بتكون الماشين ليرنينج. بكرة إن شاء الله هيكون معانا باشمهندسة هند أنديل، وهتتكلم معانا على الـ NLP أو Natural Language Processing. ندى حابة تعليق، اتفضلي يا ندى، ممكن تضيفيه في الشات أو لو معاكي مايك ممكن تتفضلي. انا بس بستأذن عشان الشات عندي مش شغال. اه اتفضلي يا ندى. انا كنت بس بقول لحضرتك يعني عشان كنت في الاول عايزة أسأل، بس حضرتك قلتي من غير ما أسأل يعني. تمام، ماشي، ميرسي. ايوه ارتاج، انا ممكن اعلمه داتا كتير فعلا. يرتاج ممكن اعلمه داتا كتير، بس زي ما انا قلت بعلمه الداتا دي بقسمها لثلاث مجموعات، جزء بعلمه بيه وجزء بحسن دقته والجزء الاخير بختبره بيه. تمام، اتفضلي ندى، عندك سؤال تاني؟
هو بس لو ينفع حضرتك تفتحي الشات من عندك ولا ده عيب من عندي انا؟ هو انت داخله بايميل اسمه ايه؟ باسمي. ايوه الايميل باسمك اسمه ايه يعني؟ ندى عماد. ايه؟ ندى عماد. ندى عماد. ايوه بصي الايميل اللي بتكتبيه وانت على مايكروسوفت تيمز، الايميل اللي هو حاجه ات كذا 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 دوت كوم او دوت ايه. ثانية واحدة. بصي طبعا عشان ما تتعبيش نفسك كندا، المفروض اي حد اكسترنال يعني من خارج ات اليكس 2 دوت موي دوت ايديو دوت اي جي هتلاقيها الشات عنده مش شغال، بيعتبره اكسترنال. يعني ايه اكسترنال؟ يعني حد لا ينتمي للمؤسسه فمش بيفتح له الشات. تمام. لا بس بس ما انا عامله تقلق. ايميل واحد ايوه ات ايه بقى؟ اليكس كام؟ اليكس 2. اليكس 2. طيب طيب بصي، طب ممكن تبقي تحاولي، احنا كده خلصنا المحاضرة النهاردة، ممكن بكرة ان شاء الله جربيها كده تشتغل ولا لا. ايوه يرتاج المحاضرة مسجلة ان شاء الله، هتلاقيها على صفحة المركز بكرة ان شاء الله. باشمهندسة هند قنديل هتكون معاكم ان شاء الله الساعة 10. تمام. حد تاني يا تمام. اولاد؟ شكرا لحضرتك يا ميس. تحت امركم يا اولاد، سعيدة جدا بتواجدي النهاردة، وان شاء الله باذن الله هنعرض لكم باذن الله الفيديو ليك. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.